Now, حنقرأ الباسج بتاعتنا عن رلنا. واحد تلنا. اثنين والثلاثة رلنا. أنا حبيت نحط الـ R in capital عشان نتعلم كمان شوية شوية الـ capital letters الحروف الثانية الكبيرة. لجي لتي أمري إذي كتي رلنا. People love to sing songs. الترجي كتي موننا بغنوها في مونة نا كجيدرنا توك رلنا رتين متشيكوة اللي الأغاني بتساعد أطفال songs help children إذي إلن كانديشا في التك to know how to speak fast ليعرفوا انه يتكلموا سريع. نوب تاون الكلمة دي جاتنا قبل كده اتجي ايانا كتجي نيالا نيانا نوب تاون لذلك اتجي ايانا our mothers sing to their children اتجي كتي نيالا نيانا ما كرغو ناني كجير ويري كرغو نحن قلنا معناها رقصة ما كرغو ناني كجير ويري لو موجود في أي مكان اتي نيرا نا نيلي girls and boys إلي بيمشوا كو دونالو المحل بتاع الرقص the place where people dance دونالو اتيري ارتي نا رلنا ناني ردي تامنا نا رلنا ناني في 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 تران في في اغاني ردي تامنا نا ردي تامنا تعملنا فرح joy يعني في أغاني للفرح نريناني رذي رونينا تو وكمان موجودة بتاعة الحزن كذلك عشان نحن بنتكلم عن الأغاني أنا عايز أدي حاجة بسيطة كده في الأغاني اللي بنسمعها نحن بتاعت أظن أبو زيد ولا معارض منه كده شوف دي بتاعت منه